السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الأول الثانوي، إن شاء الله هناخد النهاردة يونت 6، هناخد منه جزئية الجرامر على الدرسين لسونز 3 and 4. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزئية الجرامر النهاردة بنكمل اللي احنا كنا بدأناها في بداية الوحدة السادسة على الدرسين الأول والتاني. فبناخد هنا important notes، ملاحظات هامة عن أفعال بتتبع بـ ing أو to زائد المصدر، ما بيتغيرش معناها، بيبقى معناها واحد في الاتنين. تعالوا نشوف كده: like يحب، hate يكره، start يبدأ، continue يستمر، love يحب، prefer يفضل، begin يبدأ، intend ينوي. تعالوا كده نشوف: I like to play football. like to والفعل في المصدر بتساوي نفس المعنى بتاع الجملة I like playing football، حب لعب ايه؟ كرة القدم. يبقى المعنى ما اختلفش، سواء جه في ing الفعل او جه to زائد الفعل في المصدر. طيب في ايه كمان؟ قال لي ان لازم اخد بالي ان لما كلمة would اللي اختصارها apostrophe دي بتيجي قبل الافعال اللي احنا قلناهم دول، بيجي بعدها to زائد الفعل في المصدر. يبقى هنا بيقول I'd اللي هي اختصاره would، I would، I'd like او I'd hate او I'd prefer، اي حاجة من الافعال دي بيجي بعدها to زائد الفعل في المصدر. هنا to go to school early. طيب قال لي كمان ان would لما بتيجي بتعبر عن زمن الماضي، بعرف انها بتعبر عن زمن الماضي من خلال سياق الجملة، بلاقي فيه حاجة بتدل على زمن الماضي، وبتيجي برضو مع الافعال دي، بعمل ايه؟ بخليها to زائد have زائد التصريف الثالث للفعل. هنا كاتب المثال بيقول it is a pity we didn't visit Ali، I'd like to have seen him again. هنا بقت to like to have وبعدين seen، ما جاتش to الفعل في المصدر على طول. ليه؟ لان انا عندي هنا didn't جت بتعرفني ان الجملة في زمن الماضي. طيب تعالوا كمان نفرق ما بين حاجتين مهمين، would rather would prefer. prefer كده تعالوا نقول انها ايه، بيتعامل على انها حاجة متدلعة شوية. ازاي يعني؟ would prefer to زائد الفعل في المصدر، و prefer بيجي بعدها فعل في ing وبعدين to وبعدين فعل في ing. يعني انا لو لقيت في الجملة فعل في ing بعد prefer، اعرف ان to بعدها فعل في ing او العكس. المهم لو لقيت في واحده في الجهه اعرف ان الثانيه هيبقى برضو فيها فعل زائد اي ان جي. طيب would prefer برضو to زائد الفعل في المصدر، وبقيت الجمله بيبقى فيها rather than والفعل برضو في المصدر، يبقى مصدر ومصدر اي ان جي اي ان جي. طب وفي النص هنا في to ما بين الفعلين، وهنا في rather than، يبقى to الفعل في المصدر وبعدين rather than وبعدين فعل في المصدر. تعال نشوف الامثله: I would prefer to have lunch. to have. طيب هنا I prefer studying to sleeping. studying sleeping. طيب I prefer to study rather than sleep. طيب تعالوا نشوف النسبة ل rather. هنا عندي would rather اللي بيجي دايما بعدها الفعل في المصدر. I'd rather have lunch. طيب عندي هنا would rather، I'd rather study than sleep. هنا ايه؟ would rather زائد الفعل في المصدر، than فعل في المصدر، مصدر وزان وبعدين مصدر. طيب هنا I would rather فاعل وبعدين ماضي بسيط وبعدين او ماضي تام. يبقى لما يجي بعدها would rather فاعل بيجي بعديه ماضي بسيط او ماضي تام، ماضي ماضي بس لا اما مرة بسيط او ممكن يجي لي ايه تام. I would rather he played well. طيب تعالوا نبدأ نشوف مع بعض أفعال بتتبع بـ ing أو to زائد الفعل في المصدر، بس بيبقى المعنى مختلف مش زي بعض. يعني لما تيجي to زائد الفعل في المصدر لها معنى، ولما يجي الفعل في ing بيبقى لها معنى تاني. زي ايه؟ زي remember و forget و regret و stop. remember قال لي لما يجي بعدها to زائد الفعل في المصدر، خدوا بالكم هديكوا التكات كده وبعدين نبدأ نشوف الفعل لم يتم بعد، يبقى to زائد الفعل في المصدر الفعل ما تمش لسه. طيب معناها ايه؟ يتذكر ثم يقوم بالفعل. امال
الريمبر زائد الفعل في اي ان جي، الفعل تم خلاص في الماضي اصبح ماضي. طيب فورجيت فعل بعدها تو زائد الفعل في المصدر، معناه برضو الفعل لم يتم وبينسى ان يقوم بالفعل. هو فورجيت يعني ينسى، طب هو معناه بقى ان هو ينسى ان هو يقوم بالفعل، يعني لسه ما عملوش برضو. طيب امال فورجيت، فورجيت زائد الفعل في اي ان جي قام بالفعل ونسى انه قام، قام بيه، نسى انه عمل ده. طيب ريجريت يندم، تو زائد الفعل في المصدر بقت ايه، الفعل لم يتم بعد، يبقى هو بيندم على فعل سوف يقوم به لانه مضطر لذلك، هيقوم بيه بس هو لسه ما عملوش. طب امال ريجريت زائد الفعل في اي ان جي بيندم على فعل قام به، يعني الفعل خلص خلاص هو ندمان عليه. طب ستوب زائد تو زائد الفعل في المصدر يتوقف لكي يقوم بالفعل، هيتوقف عن حاجة عشان يقوم بفعل. طيب ستوب زائد فيرب زائد اي ان جي بيتوقف عن القيام بايه، بالفعل. طيب تعالوا كده نشوف، يبقى انا عندي الفعل تو، عندي تو زائد الفعل في المصدر لم يتم بعد، لم يتم، لم يتم، هنا بالنسبة للستوب هيبقى يتوقف لكي يقوم بالفعل خلاص. طيب امال اللي في اي ان جي يبقى الفعل تم، الفعل، الفعل تم، الفعل تم، هنا هيتوقف بالنسبة للستوب يتوقف عن القيام بالفعل تمام. طيب تعالوا بقى نشوف الأمثلة، بيقول I remember عشان نعرف المعنى. I remember to give her the message، معناه ايه، مادام في to give قلنا بقى لسه ما امشي بالفعل، يبقى هو تذكر في الأول وبعدين بدأ اداها الايه، المسج. طب هنا I remember giving her the message، هنا giving فعل في ING، يبقى هو هو اداها المسج وبعدين الوقت بيتذكر ان هو عمل ده. طيب هنا بالنسبة I forget، forgot to go to the meeting، يبقى هو ايه، to زائد الفعل في المصدر، يبقى هو ما امشي لسه بالفعل، يبقى هو ايه، نسى، so I didn't go، عشان كده ما راحش، نسى المقابلة دي فما راحش، ما امشي بالفعل. طيب هنا I forgot going to that meeting، هنا الفعل في ING، يبقى I want، I went and forget all what happened، يبقى وراح ولكن نسى ايه اللي حصل اصلا في المقابلة دي. I regret to say that your interview was not successful، يبقى المقابلة ما كانتش ايه، ناجحة. I am sorry to say that، انا اسف لان قلت ده. طيب عندي هنا I really regret being so rude to my friend، يبقى انا حقا كنت ايه، ندمان لان كنت ايه، وقح مع اصدقائي. يبقى الاكشن حدث في الماضي وهو نادم على ايه، على ده الوقت. طيب كمان عندي stopped، يبقى هنا when he saw the restaurant، لما شاف المطعم he stopped to eat، وتوقف ليأكل، يبقى the reason why he stopped، السبب هو ليه توقف، اللي هو ايه، to زائد الايه الفعل في المصدر. طب هنا he decided، قرر to stop smoking، يتوقف على التدخين as he felt so ill، لانه شعر بان هو ايه، مريض، يبقى he no longer smokes، لم يعد ايه، مدخن. طيب تعالوا نلاحظ كده الحاجات برضو المهمة دي، بيقول هنا suggest و recommend، بيجي بعدهم الفعل في ing، هنا بيجي ذات بتساوي ايه بقى، بتساوي ذات زائد فاعل تاني وبعدين الفاعل في المصدر. طيب I suggest going for a swim، بقترح ان احنا نذهب للسباحة. I suggest بتساوي I suggest that we should go for a swim، اللي احنا نذهب ايه، ليه، من اجل السباحة. طيب see و hear، يرى ويسمع، بيجي بعدهم مفعول بعدين بيجي الفعل في المصدر او بيجي بعدهم الفعل في ing. طب لو جه بعدهم الفعل في المصدر معناها رؤية واستماع الحدث كله، ودي قلناها قبل كده، يبقى هو لو هنا جه الفعل في المصدر يبقى هما شافوا الحدث ايه كله، لكن لو كان الفعل بعديه ing يبقى شافوا جزء من الحدث بس. طيب تعالوا كمان نكمل، بيقول لي هنا نمبر 3، بيقول لي هنا عندي the first و the second و the third و the last، كل اللي هي ترتيبات الارقام دي، بيقول لي بيجي بعدها اسم وبعدين to وبعدين فعل فين، في المصدر. طيب كمان عندنا هنا ان الافعال دي
ask و decide و know و remember و forget و explain و understand. إذا جه بعدها أداة استفهام بستخدم to زائد الفعل في المصدر، زي مثلا we asked him how، أداة استفهام أهي to get، قلنا لو جه بعدها أداة استفهام يبقى بعدها يبقى في to زائد الفعل في المصدر. طيب نيجي كمان نشوف make، بيجي بعدها مفعول وبعدين الفعل في المصدر، معناها ايه؟ my teacher always makes me study، يبقى هنا causes me to study، سبب عشان ايه؟ الدراسة. طب هنا I only did it as they made me do it، انا بعملها زي ما هم ايه خلوني اعملها، يبقى forced me to do it، اجبروني علشان اعملها. طيب عندي كمان he let me go out with my friends، خلاني اروح مع اصدقائي، يبقى allowed me to go out، سمح لي ان انا اذهب. طب هنا في حالة المبني للمجهول بستخدم بعدها to زائد الفعل في المصدر، يبقى he was made to come early. طيب خلصنا كده الجزئية دي بتاعت الشرح، تعالوا بقى نبدأ نشوف الحل، وده اللي هنطبق من خلاله عشان نشوف احنا فهمنا كويس ولا لا. تعالوا كده نبدأ نشوف الأسئلة. سؤال معانا بيقول لي choose the correct answer. أول سؤال فيه بيقول I hate to leave everything to the last time. طيب هنا number 2 I love swimming during summer. I swim nearly every day. طيب بعدين could you explain how to answer this math problem. I soon began to understand. I'll never forget breaking down. I wasn't allowed to take a day off. A day off يعني اجازة. As there was much work. يعني في عمل كتير. طيب هنا حوار ما بين A و B. A بيقول what a terrible thing. You forgot to sign the important document. Oh sorry. الرد عليها. طيب هنا number 8. My wife prefers cooking at home to buying fast food. طبعا كل دي القواعد اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي. طيب عندي كمان the postman have stopped delivering letters. We regret to inform you that your application has been unsuccessful. طيب اللي بعده يبقى we suggested that Ali apply for this code shop. I was driving along the motorway when I saw a restaurant, so I stopped to eat something. I prefer sleeping early to staying up late watching television. Would you like to go out for a meal tonight? اللي بعده Marwa recommended trying that new restaurant. I regretted not helping my mother with the housework yesterday as she was really ill. I like listening to Dr. Elbaz talking on television. طيب نكمل مع بعض بقية الأسئلة. On my first day at school I remember going into the classroom and seeing my teacher. My father usually stops to get us some sweets. Noah would prefer to have lunch in the club. طيب تعالوا نشوف fill in the space. هيبقى عندي my close friend is called Samih. He likes reading especially about space. He always reads articles about space. He finds this in newspaper. بيجدها في الجريدة. He thinks traveling. بيعتقد ان السفر to space للفضاء is a very good idea. He wants to be an astronaut and travel to the moon like Neil Armstrong, the first person, الشخص أول شخص to land on its surface. كان قاعد على السطح، يعني وصل للسطح بتاعه. طيب last month I went to visit the Saint Catherine's Monastery in Sinai. When I went there, لما رحت هناك I liked the view. حبيت المنظر of the mountain. الجبال. حبيت منظر الجبال. I decided to climb it. قررت ان انا اتسلقها. When I reached the top and وصلت القمة of the mountain, the weather was very cold. الطقس كان بارد جدا. My clothes were very light. كانت خفيفة. And I caught a severe cold and felt ill. بدأ يشعر بالمرض.
I didn't plan to climb the mountain. كنتش مخطط لنطلع او اتسلق الجبل from the beginning من البداية. I really regret not taking enough heavy clothes with me. فعلا ندمت ان انا ما خدتش ملابس معايا. طيب هنا there are a lot of people, كثير من الناس, who like to argue all the time, بيجادلوا طول الوقت. These people are arguing with others that have different views, اللي هم وجهات نظر مختلفة, بيجادلوا مع الناس اللي لهم وجهات نظر مختلفة عنهم يعني. They always hope to convince other, يبقى هما نفسهم او بيتمنوا ان هما يقنعوا الاخرين that they are right, ان هما على حق. These people don't accept other people's view, ما بيتبلوش اراء الناس الاخرى. They even avoid admitting that others view, يتجنبوا التبني اراء الناس الاخرى. May be correct, ربما تكون صحيحة. They refuse to listen to what others say, بيرفضوا يسمعوا الاخرين بيقولوا ايه. They always like to disagree, عدم الموافقة. These people must learn how to respect others' views and how and know that no one can be right all the time. لازم يعرفوا ان ما فيش حد هيفضل على طول صح, وان في اراء ممكن تبقى غلط, ويبقى في اراء ناس تانية ايه هي اللي صح. طيب كريم enjoys doing many outdoor activities. He likes walking, بيحب يمشي, and sleeping in tents on holidays. He likes to camp in the desert, حب يروح يخيم في الصحراء. To escape from the traffic jams, يهرب من إشارات المرور of the city, اللي موجودة في السيتي في المدينة. And its air pollution, وهواءها الملوث. He finds such activities, وجد ان هذه النشاط very interesting, ممتع, because he isn't used to doing them during his ordinary life, مش متعود يعمل الحاجات دي في حياته الطبيعية. On his holiday, في اجازته, outdoors gives him a chance, فرصة to relax, الاسترخاء after a long period of hard work, من العمل الشاق. Many people like going to Luxor and Aswan in winter, في الشتاء. During the last mid-year, في أجازة نصف العام. Holiday, my friends, أصدقائي and I, وأنا I traveled to Luxor by boat, رحنا للأقصر من خلال القارب. The voyage was wonderful, كانت رائعة الرحلة, كانت رائعة. There we stayed in a 5-star hotel, قعدوا في فندق 5 نجوم. We visited the valley, زرنا قرية of kings, الملوك, وادي الملوك. And the temple of Karnak, معبد كارنك. One evening we went for a walk, في مساء يوم مشوم. Along the Nile, على طول النيل. Really it was a wonderful mid-year holiday, كانت أجازة منتصف عام جميلة ورائعة. هناخد برضو معنا في الفيديو دوت general exercises على lessons 3 and 4. طب بيقولي هنا choose and correct. طيب البيتج هتبقى 332. طيب هنبدأ هنا. Although he hated to lie in bed, his doctor advised him not to leave it. هو بيحبش قاعده في السرير, بالرغم من كده بس الدكتور قال له, نصحه بان هو يقعد فيه. طيب عندي بعد كده families, especially those with young children. طيب the accident left her with 3 broken bones, bones يعني عظم. These activities should be available for all pupils. طيب the light went out suddenly, so my son had to dress in the dark, اضطر يلبس ايه او يرتدي ملابسه في الظلام. I tried hop on my good foot, بدأ يقفز على ايه رجله السليمة. While holding onto my friend Rami. طيب عندي كمان it was impossible to see everything during our brief. If you compare houses prices in the two areas, it is quite amazing. I really try to forget meeting. I regret going to the cinema. I still remember being taken. My sister hates to fly by air. Part of this exam includes writing. I advise my children not to waste their time. I always hear the birds singing in the morning. I can't fancy meeting you here
what a lovely surprise. ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اقابلك هنا او قابلك هنا. دي ايه؟ lovely surprise، مفاجأة جميلة. طيب اخر حاجة معانا في الفيديو ده اللي هي في الانسا سبيس، يقول لي هنا كامل is 25 years old، عنده 25 سنة. he is from Mania but at the moment he is، في هذه اللحظة he is working as a teacher، بيعمل كمدرس in a language school، مدرسة لغات in New Cairo في القاهرة الجديدة. he teaches English to primary stage students. he often work 36 hours a week and spends a lot of time preparing his lessons، حضر دروسه. however he has 2 months holiday، عنده شهرين في الأجازة، a year كل سنة، and all the Egyptian national holidays، وأجازات كل الأجازات المصرية القومية ياخدها. خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا كده، خلصنا المنهج إن شاء الله. هنبقى بس نبدأ نفنش كده ايه الحاجات الأساسية والمهمة معانا، سواء أسئلة في السنت بوك أو الورك بوك على القصة، أو الجزء اللي فيه مراجعة، في جزئية كده فيها مراجعة على الوحدات الثلاثة الأخيرة، إن شاء الله برضو نشوفها معاكم. دمتم في أمان الله.